بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 16. إذا عندنا أتولي، طبعا رأينا فيما سبق لي زوبجيكتيف يعني الأهداف، كما قلنا ريكونيتر لو ريسي دون لو كونت روندي يعني أن تعرف الرواية في تقرير. طبعا بعد اجتماع مثلا، طبعا هناك من يكتب تقريرا حول الذي وقع، إذا هذا الذي نكتبه يسمى تقريرا. إذن كيف لنا أن نعرف الرواية في هذا التقرير؟ ثم عندنا reconnaître les caractéristiques du compte rendu، ثم معرفة خصائص le compte rendu يعني التقرير. إذن عندنا هنا atelier vidéo pour les jeunes maghrébins، إذن نتكلم عن ورشة فيديو كما لو نقول للشباب المغاربي، نقصد المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، ليبيا إلى آخره. إذن عندنا هنا لو كومبلكس مولاي رشيد، إذن نتكلم عن مركب مولاي رشيد، لا فونداسيون اوروبيان دو لا كولتور اي لا فونداسيون وان مينوت موفي. إذن نتكلم عن مركب مولاي رشيد، لا فونداسيون اوروبيان، ثم المؤسسة الأوروبية دو لا كولتور، ثم المؤسسة الأوروبية للثقافة اي لا فونداسيون وان مينوت، ثم مؤسسة ومينيت موفي. كما لو نتكلم عن دقيقة فيديو ومينيت موفي، هذه مؤسسة تسمى هكذا، مؤسسة دقيقة فيديو. إذن كل هذه المؤسسات نتكلم عن مركب مولاي رشيد، ثم المؤسسة الأوروبية للثقافة، ثم مؤسسة دقيقة فيديو. إذن هذه المؤسسات أونت أورغانيزي يعني أنهم نظموا دو ناف أو كان سبتمبر ديرني، من 9 إلى 15 شتنبر الأخير، الناتولي فيديو. إذا نظموا ماذا؟ نظموا ورشة فيديو، نومي مسمى، يعني أنهم أطلقوا عليه اسم. ما هو الاسم المطلق على الورشة؟ ما هو الاسم الذي أطلقته هذه المؤسسات على هذه الورشة؟ طبعا الاسم هو وامينوت موفي، طبعا نفس الاسم المؤسسة الأخيرة التي ذكرنا. إل ساجيسي، كان يتعلق الأمر، il s'agissait يعني أنه كان يتعلق الأمر de réunir يعني أنه كان يتعلق الأمر بجمعي autour d'un projet حول مشروع، celui de réaliser et monter une vidéo de 60 secondes. إذن كان يتعلق الأمر بجمعي حول مشروع، ما هو هذا المشروع؟ celui de réaliser et monter une vidéo دو 60 سكوند. المشروع هو هذا، المشروع الذي ستسهر عليه هاد المؤسسات هو سولوي دو رياليزي اي مونتي اون فيديو دو 60 سكوند، هو تحقيق وتركيب فيديو من 60 ثانيه، اون فانتان، اذا نتكلم عن 20 دو جو ماروكا، اذا نتكلم عن 20 من الشباب المغربي تونيزيا التونسي et algérien ou algérien âgé de 14 à 16 ans عند سن âgé de 14 à 16 ans. اذا نتكلم عن شباب بسن 14 و 16 سنه pendant une semaine. اذا سيبقون لمده اسبوع. ils ont été encadrés يعني انهم كانوا يؤطرون. le verbe encadrer يعني انك تؤطر. Ils ont été encadrés. يعني أنهم كانوا يؤطرون. et conseillés تعطاهم المشورة. طبعا نتكلم عن conseil يعني المشورة. et conseillés ثم يأخذون المشورة par des réalisateurs من خلال مخرجين. par des réalisateurs من خلال مخرجين des trois nationalités من ثلاثة جنسيات. إذا نتكلم عن المغرب، الجزائر وتونس. sur l'écriture du synopsis حول كتابة synopsis pendant une semaine أثناء أسبوعين. ils ont été encadrés يعني أن هاد الشباب ont été encadrés يعني أنهم أطروا. et conseillé le verbe conseiller المقصود به donner avis يعني أنك تعطي رأيا. donner conseil à quelqu'un يعني أنك تعطي مشورة لشخص. إذا نتكلم عن conseiller يعني أنك تعطي مشورة. إذا نتكلم هنا عن هؤلاء الشباب بأنهم كونساي يأخذون المشورة،
يأخذون النصيحة. إذن هم ينصحون. إذن هنا كونساي كما نقول بأنهم ينصحون يأخذون النصيحة. إذن كونساي par des réalisateurs يعني أنهم ينصحون من خلال des réalisateurs. Les réalisateurs طبعا في المؤنث نقول réalisatrices كما نقول مخرجات. إذن réalisateur مقصود qui réalise الذي يحقق المقصود metteur en scène d'un film كما نقول واضعين في المشهد لفيلم المقصود الإخراج. المقصود هنا الإخراج. إذا نتكلم هنا عن مخرجين. هؤلاء المخرجين هم الذين يؤطرون ويعطون النصح لهاد الشباب. إذا نتكلم هنا عن il s'agissait de réunir autour d'un projet كان يتعلق الأمر de réunir بجمع autour d'un projet بجمع حول مشروع. سنرى ماذا سنجمع. نتكلم أولا عن المشروع celui de réaliser et monter une vidéo de 60 secondes. إذن هذا المشروع. ماذا سنجمع حول هذا المشروع؟ une vingtaine de jeunes marocains. une vingtaine de jeunes marocains. نتكلم عن 20 من الشباب المغربي تونسيين و الجزائريين. شباب مغربي تونسي وجزائري. âgé de 14 à 16 ans. لهم سن من 14 الى 16 سنه. pendant une semaine اثناء أسبوعين لمدة أسبوع ils ont été encadrés يعني أنهم كانوا يؤطرون et conseillés وينصحون أو يأخذون المشورة par des réalisateurs يعني أنهم كانوا يؤطرون من خلال مخرجين des trois nationalités من الجنسية الثلاث sur l'écriture كانوا يؤطرون ويأخذون النصيحة حول ماذا sur l'écriture حول هنا عندنا على الكتابة المقصود حول كتابة كتابة ماذا؟ دو سينوبسي. إذن كلمة سينوبسي المقصود بها بغيف اكسبوزي دان سوجي دو فيلم بغيف اكسبوزي. إذن نتكلم عن عرض سريع دان سوجي دو فيلم لموضوع فيلم. إذن نتكلم عن موضوع فيلم لكنه يكتب بطريقة سريعة حتى ترصد كل زوايا الموضوع. أما إذا كان الموضوع مشتتا وفيه الكثير من التفاصيل طبعا الشخص يتيه في هذه التفاصيل. إذن أولا تؤخذ في هذه الكتابة الخطوط الكبيرة والعريضة ثم بعد ذلك تتفرع عنها خطوط أخرى. إذن حتى يكون هذا الموضوع مضبوطا بشكل كبير مضبوطا بشكل تام. إذن بغاف إكسبوز إذن سجل فيلم. إذن نتكلم هنا عن عرض سريع لموضوع فيلم يسمى ماذا؟ يسمى سينوبسي. إذن الشباب المغاربي نقصد الشباب المغربي الجزائري والتونسي كما عندنا هنا كانوا يؤطرون ويأخذون النصيحة من مخرجين حول كتابة السينوبسي ثم دي سيناريو ثم حول كتابة السيناريو حول كتابة السيناريو دي سيناريو. سيناريو من حيث الأصل يعني كانوفا كما رأينا فيما سبق كانوفا دون بياس دو تياتر كانوفا دون بياس دو تياتر أو دان رومان. إذا نتكلم عن تخطيط لقطعة مسرحية أو تخطيط لرواية أو تخطيط لرواية. إذا نتكلم عن سيناريو. إذا المقصود تخطيط مشاهد إذا يسمى سيناريو. إذا نتحدث هنا عن كتابة المشاهد كيفية كتابة المشاهد ثم لو ديكوباج. لو ديكوباج المقصود به لو ديكوباج المقصود به ديفيزيون دان سيناريو اون نومبر دو سين. اذا هو تقسيم هذا المشهد الذي ذكرناه قبل قليل الى مجموعه مشاهد. اذا نتكلم عن سيناريو طبعا نتكلم عن تخطيط مشاهد. هذا التخطيط نقسمه هذا التخطيط للمشاهد طبعا نقسمه الى مجموعه مشاهد إذن يسمى ديكوباج تقسيم هذا التخطيط تقسيم التخطيط إلى مشاهد صغيرة إلى مجموعة مشاهد يسمى ديكوباج. هؤلاء الشباب سيأخذون النصيحة ثم أنهم يؤطرون أيضا حول لو تورناج إلو مونتاج. إذن ما معنى كلمة لو تورناج إلو مونتاج؟ تورناج المقصود بها تورناج المقصود بها أكسيون d'enregistrer avec un appareil de prise de vue. Et d'une action d'enregistrer.
avec un appareil de prise de vue. المقصود هي عملية أن تسجل بأداة تصوير. تصور ماذا؟ de prise de vue. تأخذ مجموعة صور بشكل أولي. تأخذ مجموعة صور حتى تبني عليها ما سيكون في هذا الفيلم مثلا. تأخذ مجموعة صور لتبني عليها كيف سيكون الفيلم أو كيف ستكون المشاهد. إذا نتكلم عن action de réaliser des prises de vue cinématographique. إذا نتكلم عن أخذ مشاهد سينمائية. نتكلم عن أخذ مشاهد سينمائية. action de réaliser des prises de vue cinématographique. نتكلم هنا عن عملية أخذ مشاهد أولية. إذا نتكلم عن تورناج. ثم عندنا كلمة مونتاج المقصود بها action d'assembler les pièces d'un mécanisme pour le mettre en état de fonctionner. هذا من حيث المبدأ، يعني أنك تجمع مجموعة قطع خاصة بواحد النظام، خاصة بنظام ما. مثلا نتكلم عن ساعة. الساعة القديمة فيها مجموعة قطع بعضها يدير بعض. نتكلم عن قطع يتم تجميعها في نظام معين، في نظام خاص بساعة. أو نتكلم مثلا عن قطع خاصة بمحرك. إذا نتكلم عن قطع تدخل في نظام ما. من أجل ماذا؟ pour le mettre en état de fonctionner. من أجل وضعه في حالة اشتغال. من أجل وضعه في حالة اشتغال. إذا من أجل وضع هذا النظام في حالة اشتغال. طبعا تعني أيضا assembler les diverses séquences d'un film en une bande définitive. إذا نتكلم عن تجميع دي ديفيرس سيكونس. إذا نتكلم عن تجميع مجموع القطع دان فيلم. لي فيلم اون اون بوند. في فيلم واحد. في فيلم واحد. كما نقول في شريط واحد. ديفينيتيف يعني نهائي. إذا نتكلم عن الإخراج النهائي. إذا نتكلم عن تجميع هذا الفيلم. تجميع كل مشاهده في شريط واحد. بشكل نهائي. في شريط واحد. المقصود بأن هذا الفيلم أو هذا الشريط لن يتم التعديل عليه. إذن كما نرى بأن هذا الشباب المغاربي مؤطرا من هؤلاء المخرجين هو سيتعلم الكتابة المختصرة للأفلام والتي تسمى سينوبسي، ثم سيتعلم كتابة السيناريو، ثم لو ديكوباج، ثم لو تورناج إلى مونتاج. parmi eux يعني من بين هؤلاء المخرجين فريدة بليزيد ماروك. طبعا نتكلم عن المخرجة فريدة بليزيد من المغرب، ثم المخرج طارق تيكيا الجيري يعني أنه من الجزائر، ثم نتكلم عن المخرج طاهر بن قديفة تونيزي يعني أنه من تونس. إذن هؤلاء المخرجين هم الذين صاهروا على تأطير هؤلاء الشباب. les partenaires de l'événement se sont par ailleurs engagé à contribuer à élargir la diffusion des résultats des travaux au festival du film et au circuit de diffusion dans les trois pays concernés. Les partenaires de l'événement. إذا نتكلم عن شركاء الحدث، هؤلاء المخرجين الذين يؤطرون الشباب، لكن من ورائهم كما قلنا مؤسسات. إذا les partenaires de l'événement. إذا نتكلم عن شركاء الحدث، ce sont par ailleurs. هم من جهة أخرى. les partenaires de l'événement. إذن شركاء الحدث. se sont par ailleurs engagés. إذن هذه الجهات توافق وتتعهد à contribuer يعني بالمشاركة à élargir بالمشاركة في توسيع la diffusion des résultats في توسيع نشر أو بث النتائج، نتائج الشباب التي تمت من خلال الفيلم القصير. se sont par ailleurs engagés à contribuer à élargir la diffusion des résultats. إذن هم يتفقون أو يتوعدون بنشر النتائج des travaux، نتائج الأعمال au festival de film، في مهرجان الفيلم et au circuit، وفي دوائر de diffusion dans les trois pays concernés، وفي دوائر البث في الدول الثلاث المعنية. il faudrait encourager les bonnes initiatives
de ce genre. Il faudrait encourager, يجب تشجيع, les bonnes initiatives, المبادرات الجيدة. يجب تشجيع المبادرات الجيدة de ce genre, من هذا النوع. يجب تشجيع المبادرات الجيدة من هذا النوع. نستأنف الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.